بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ونرحب بكم في هذا المؤتمر الخامس والذي تعقده وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 1 مارس لسنة 2020، والذي تعقده وزارة الصحة من باب الحرص على التواصل المباشر مع الجمهور الكريم وتأكيداً على نهج الشفافية التي تعمل عليه والتي هي كانت محل إشادة من منظمة الصحة العالمية والتي كانت على لزيارة في وزارة الصحة بالأمس، حيث أشاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري بالشفافية التي تتعامل بها وزارة الصحة في إدارتها لهذا الملف وهو آخر مستجدات وتطورات انتشار فيروس كورونا، كما أشاد كذلك على المهنية التي تعمل بها في التعامل مع هذا الحدث. رسالة الاطمئنان الأولى، أود أن أطمئنكم بأن جميع إخواننا المصابين ولله الحمد والذين يتلقون العلاج في إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا جميعهم بحالة طبية مستقرة ولله الحمد وبصحة جيدة ويتلقون العلاج عن طريق الفريق الطبي المخصص لذلك. الأمر الآخر بالنسبة لإخواننا المتواجدين في المراكز المحددة للحجر الصحي، نحن نسعى دائما على تلبية ما قد يحتاجونه من أمور، ونتمنى لهم أن تمر فترة الحجر الصحي وهي 14 يوم أن تمر عليهم بإذن الله وأن تكون فترة خفيفة وأن يعودوا إلى منازلهم وأسرهم وذويهم وإلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. ما زلنا نعمل في وزارة الصحة على تنشيط الترصد الوبائي، وهي من البرامج التي حرصت وزارة الصحة على العمل بها، وهي من البرامج الموصي بالعمل بها من قبل منظمة الصحة العالمية. نحن نعمل في إدارتنا على هذا الملف على عدة محاور: المحاور الوقائية والمحاور العلاجية والمحاور العلمية وكذلك الإعلامية التثقيفية التوعوية. أود أن أشيد حقيقة بدور الزملاء في مختلف القطاعات والذين يواصلون الليل بالنهار ويعرضون حياتهم وحياة أسرهم كذلك لخطر انتشار العدوى. أود أن أشيد بدور إخواننا في المختبرات، مختبرات وزارة الصحة والمختبرات الفيروسية كذلك، التي تعمل ليل نهار على فحص العينات واستقبالها وإعلان النتائج. أود أن أشيد بدور إخواننا في منع العدوى ودورهم في إحكام السيطرة على انتشار هذا الفيروس. أود أن أشيد كذلك بدور إخواننا في الطوارئ الطبية والذين يعملون على نقل الحالات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، قد لا نشاهدهم وقد لا يشاهدهم الإعلام وقد لا يسلط عليهم الدور وقد لا يسلط عليهم الضوء بالشكل الكافي، ولكنهم يعملون ما بين المراكز وما بين المستشفيات وما بين المطار وما بين مراكز الحجر الصحي. أود أن أشيد بدور جميع الزملاء العاملين من أطباء ومن فنيين ومن صيادلة ومن أعضاء هيئة تمريضية ومن إداريين كذلك في وزارة الصحة وفي جميع الجهات المعنية، وكذلك لا ننسى الدور الإعلامي والذي لاحظناه بالفترة الأخيرة. تعاملتم مع الحدث ما شاء الله بمهنية عالية، ولاحظنا جميعا حتى دقة اختيار المفردات التي توضع في الأخبار اليومية، فلكم كل الشكر وكان لكم دور كبير في بث روح الطمأنينة ونقل الحقيقة كما هي إلى المجتمع. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا إن شاء الله الدكتور أبو ثين المضف، الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تسجيل حالة واحدة فقط خلال 24 ساعة الماضية، وهذه الحالة كانت قادمة من جمهورية إيران الإسلامية، وهو في العزل الصحي وبحالة مستقرة وليس لديه أي أعراض. جميع الحالات المؤكدة السابقة والتي تتلقى العلاج في المكان المخصص لذلك
جميعها تتمتع بوضع صحي مستقر وبحالة صحية جيدة. أما بالنسبة لأبرز الأحداث التي كانت في 24 ساعة الماضية، فقد تم أمس استقبال 4 طائرات إجلاء للرعاية الكويتيين من جمهورية إيران الإسلامية بمجموع 434 راكب، كما تم أيضا استقبال طائرة إجلاء أخرى للرعاية الكويتيين من بانكوك تحمل 189 راكب. جميع هؤلاء الركاب تم التعامل معهم حسب الإجراءات المتبعة لذلك. بالأمس أيضا كان هناك زيارة لوفد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد، ومناقشة أحدث التطورات في فحص وعلاج المرض. كما قام أيضا الوفد بالاجتماع مع الطاقم الطبي المعالج للوقوف على الحالة الصحية للمرضى والتحقق من مصادر العدوى. وقد تمت الإشادة بإجراءات وزارة الصحة الوقائية والعلاجية للتصدي للمرض من قبل منظمة الصحة العالمية. أيضا هناك اجتماعات متواصلة وتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة، حيث عقد أمس اجتماع مع مدراء المستشفيات ورؤساء الرعاية الصحية برئاسة معالي الوزير الصحة وحضور السيد الوكيل. كما سيعقد أيضا اجتماع آخر اليوم للجنة اللوائح الصحية الدولية بحضور ممثلي من العديد من جهات الدولة. وتؤكد وزارة الصحة مرة أخرى على ضرورة الحد من التجمعات التزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظا على سلامتكم. والسلام عليكم. شكرا. الآن بس الأسئلة، تفضلي. صباح. أوكي. لا يوجد هناك تخصيص لمحجر صحي في منطقة الجهرة، هذه كلمات. والرجاء الالتفات دائما كما نؤكد للمصادر الرسمية والرجوع إلى مواقع وزارة الصحة للتأكد من الأخبار الصحيحة، وأيضا التواصل مع الخط الساخن الذي نؤكد عليه وأيضا منشور على مواقع التواصل في وزارة الصحة. أما بالنسبة للتعامل مع أي طائرات إجلاء أخرى، فنحن على تنسيق دائم مع وزارة الخارجية ومع الطيران المدني لتوقع أي طائرات إجلاء أخرى، وهناك تنسيق مستمر بيننا وبين الجهات المختلفة. تفضل سيدي. يعطيكم العافية. كريم الفضلي من صحيفة الوطن الإلكترونية. دكتور، حسب ما يتناقل عند أغلب الناس معلومات حاب نتأكد من صحتها، إن الشخص السليم يتمتع بصحة جيدة ومناعة قوية، وارد بأنه يعدي عليه فيروس كورونا دون أن يشعر بأنه فيروس كورونا فعلاً، كأنه إنفلونزا عادية، قد يصل إلى دون الحاجة للجوء للطبيب. هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟ نعم، الإنسان الذي يتمتع بمناعة جيدة قد لا تظهر عليه الأعراض التي المعروفة لفيروس كورونا. هناك أيضا يعني احنا نلتزم بتعريف الحالة للمريض أو للشخص المصاب بفيروس كورونا، الشخص الذي يكون لديه اتصال مباشر بحالات مؤكدة لمرض كورونا، أو كان قادما من المناطق التي ثبت أو ثبت الإصابة فيها في مرض كورونا. شكرا. عادل سامي، جريدة الجريدة. دكتورة، عندي سؤال عن الحالة 46 اللي رصدتوها، هل هي قادمة من الطائرات اللي تم إجلاءها أمس؟ هذا سؤال. سؤال آخر، اليوم سمعنا أن في مجمع الوزارات بيتم فحص الموظفين ورواد المجمع، فإلى أي مدى المعلومة هذه صحيحة؟
لم تكن الحالة التي رصدت أمس من الحالات التي قدمت أمس. وبالنسبة إلى أي إجراء يتخذ في مجمع الوزارات ليس لدينا علم بهذا الإجراء، ولكن أيضا أؤكد أنه هناك تعاون وتنسيق مع جهات الدولة جميعا لإعطائهم الإرشادات الوقائية اللازمة وطرق التعامل وطرق التعامل مع هذا الفيروس وطرق الوقاية أيضا منه. تقريبا وصلنا إلى 2900 اختبار حاليا. الحالة اللي سجلت خلال 24 ساعة من الحجر المنزلي من العزل في المستشفى، الحالة التي سجلت أمس هي أحد الحالات الموجودة في العزل ويتم التعامل معها. نعم حسب الإجراء. نعم دكتور، ما هو تفسيركم للانخفاض الكبير الحين في عدد الحالات؟ كان في الأسبوع اللي طاف كان في كل يوم تضاعف عدد الحالات، الآن في تقريبا 4 أيام الماضية فقط 3 حالات. نعم. أو 4 حالات. نعم. ما هو السبب؟ هل انتهيتوا في الكامل من فحص الذين أتوا من إيران 1000 يعني قبل أسبوع؟ نعم. أم أن هناك يعني أمور أخرى يعني تفسير علمي آخر لهذا؟ نعم، بالنسبة طبعا احنا نتعامل بكامل الشفافية في اخباركم بجميع الاجراءات التي يتم التعامل معها. بالنسبة الى جميع الحالات التي تم وصولها الى الكويت سواء 825 الاولى او 197 الاخرى التي يعني وضعت بالحجر الصحي، تم فحصها جميعا وتم التعامل مع نتائجها حسب الإجراءات التي أطلعكم عليها بشكل يومي. نعم، نحن نحرص على راحة جميع المواطنين في المحجر الصحي ونتابع باستمرار، والمسؤولين دائما في زيارات مستمرة وتقييمية للوقوف على احتياجات من يتم وضعهم في المحجر الصحي، وهناك تعاون أيضا مع جهات الدولة الأخرى في تذليل أي صعوبات نحتاج إليها ونتعامل مع جميع احتياجاتهم حسب إن شاء الله يعني سعيا إلى رضاهم. ان شاء الله. عندنا الاستاذ رياض عمر بيت الوسط، بخصوص العلاج اللي بيقدم للمرضى او المصابين، هل هو علاج من الكويت ام تم استيراده من خارج الكويت؟ وما هي فعاليه العلاج الذي يقدم؟ وهل في حالات تم شفائها من او قربت على الشفاء من الحالات الموجوده المصابه حاليا؟ علميا لا يوجد علاج محدد لهذا المرض حتى هذه اللحظة ومعتمد، ولكن هناك يتم العلاج التحفظي لهذه الحالات والتعامل مع الأعراض للمرض نفسه، وأيضا نقوم أيضا بالتواصل ومتابعة، هناك فريق طبي متخصص لديه الخبرة الكافية ويقوم أيضا بالتواصل مع الجهات العلمية المختلفة لمتابعة أحدث ما ينشر بالنسبة لعلاج هذه الحالات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج مؤكد لهذا المرض ويتم التعامل معه حسب البروتوكولات العالمية لذلك. أستاذ نص صلاحة الوزن، هل ارتفاع درجة الحرارة في دور الخليج يمنع من انتشار الفيروس؟ هناك نعم، هناك بعض الدراسات التي تشير لذلك، ونأمل أن تكون هذه الدراسات مؤكدة. بس آخر سؤالين أنا منتظرين، تفضلي. شنو هل الحالات اللي تم رصدها وتسجيلها المصابة مؤكدة بالكورونا هي من الكويتيين ولا يوجد غير كويتيين؟ نعم. معظم الحالات التي تم تسجيلها، الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها من المواطنين الكويتيين، وأيضا هناك بعض الحالات التي كانت مصاحبة للمواطنين الكويتيين من الجنسيات الأخرى أيضا تم تأكيدها. من الحجر الصحي. السؤال الثاني لو سمحت، بالأمس ذكرت في المؤتمر الصحفي بأن وزارة الصحة ستتواصل مع وفد منظمة
باتخاذ اجراءات وقائيه اضافيه مع القادمين من مصر، هل تغيرت لهم هذه الاجراءات ام هي الاجراءات نفسها؟ حتى هذه اللحظة يتم التعامل مع القادمين من جمهورية مصر العربية بحسب الإجراء الأخير الذي تم، وتم التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة بخصوصه، فنحن نقوم إن شاء الله بفحص جميع القادمين والتعامل معهم حسب الإجراءات الوقائية المتبعة في وزارة الصحة. سيكون هناك أيضا فحص إضافي في جمهورية مصر العربية للتأكد أن لا بعدم قدوم أي شخص من جمهورية مصر العربية لديه أي أعراض. شكرا لكم جميعا. شكرا.